أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة اقتصادية مفصلة من أون لايف. التقى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل سفير أوزبكستان بالقاهرة عثمانوف أيبك، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، في خطوة تؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول القارة الآسيوية. وقال الوزير إن اللقاء استعرض أهمية التنسيق بين المسؤولين في البلدين لتنمية وتطوير مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة أن حجم العلاقات التجارية في العام الماضي بلغ 1,500,000 دولار. ولفت قبيل إلى أنه تم بحث تشكيل مجلس أعمال مشترك من القطاع الخاص في البلدين يهدف لدراسة فرص الاستثمارات المتاحة بين الجانبين والدخول في شراكات تنعكس آثارها إيجابا على معدلات التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان. بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي زيادة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العام 2017 عام المرأة، إضافة إلى ترتيب تنظيم منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة. وقالت الوزيرة إن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المرأة المستثمرة وصاحبة المشروعات الصغيرة عبر تأسيس شباك خاص لسيدات الأعمال في مركز خدمة المستثمرين وزيادة دعم المشروعات التنموية في جميع محافظات مصر للمرأة المعيلة في المناطق الأكثر احتياجا، وكذلك تخصيص نحو 50% من المنح للمرأة ما يسهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا على حد سواء ويوفر لها فرصا متساوية في سوق العمل. في سياق آخر، شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني آيسكور بشأن إسناد الهيئة إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة، وذلك بمقر الهيئة في القرية الذكية. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن إسناد الهيئة إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة وأنه جار استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة آيسكور، وهي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، للبدء في التشغيل الفعلي للمتعاملين خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعاقد. الاصلاحات اللي هي التشريعيه والاصلاحات المؤسسيه في هذا المجال مهم جدا لدعم الاقتصاد المصري في الفتره القادمه، ومحور رئيسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي لازم ان احنا نركز عليه في الفتره الجايه باذن الله، لان هو دي المرحله اللي هي التمويل للاستثمارات عموما هيكون لها دور مهم جدا لتوفير فرص عمل. نتكلم على زياده انتاجيه ودفع للاقتصاد. الاقتصاد اللي دايما نقول احنا يعني الهدف الرئيسي من البرنامج الاصلاح الاقتصادي هو يعني النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بمعنى ان كل فئات المجتمع تستفيد من هذا النمو وان يكون فيه استمراريه. مش هيحصل استمراريه غير بالشمول المالي، وكل الاجهزه والادوات الماليه المصرفيه تقوم بدور مهم في المرحله المحوريه اللي بنقوم فيها في الفتره القادمه. تعلمون جميعا كان هناك منافسة في الجهة التي ستتولى إنشاء سجل الضمانات المنقولة. على حسب معرفتي كان هناك 6 شركات سحبت قرار 6 شروط، ولكن انتهى في الآخر إن آيسكور هي الجهة التي سيعهد إليها سجل الضمانات المنقولة. باختصار شديد، سجل الضمانات المنقولة ده سجل إلكتروني هيخضع بالتأكيد لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. والميزة الأساسية اللي فيه إنه بدل ما كانت كل الأمور متعلقة بالتمويل بتتم من خلال أصول ملموسة زي العقارات وخلافه، النهاردة بنتكلم على الأصول المنقولة بأنواعها المختلفة، فسجل الضمانات ده هيساعد بشكل كبير. إلى موضوع آخر تماما، ولمتابعة آخر تطورات الإعصار إرما والذي وصل إلى سواحل ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، وقبيل وصوله قال المركز الأمريكي للأعاصير أن إرما استعاد شدته وأصبح إعصارا من الدرجة الرابعة، وهو ثاني أكبر تصنيف للأعاصير. وينذر إرما بارتفاع منسوب المياه على الساحل الغربي لفلوريدا بصورة تهدد الحياة،
ما تسبب في أكبر عملية إجلاء في تاريخ الولايات المتحدة، وقد أودى الإعصار بحياة ما لا يقل عن 22 شخصا في منطقة الكاريبي التي ضربها الأيام الماضية. وطبعا هذه صور حية ومباشرة من فلوريدا، أترككم معها. سنتابع معكم طبعا طوال هذا اليوم في أو ربما غدا أيضا في نشرتنا على مدار اليوم على شاشة أون لايف. إلى سياق نشرتنا من جديد، حيث أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات الأجانب وسط اتجاه بيعي للمستثمرين المصريين والعرب، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX 30 على ارتفاع بنسبة 17%، كما أغلق مؤشر EGX 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة على صعود بنحو 87%، وكذلك أغلق مؤشر EGX 100 لأوسع نطاقا على ارتفاع بمقدار 59%. جرمين إبراهيم معنا من مقر البورصة المصرية لتطلعنا على تفاصيل هذا اليوم، بداية الأسبوع طبعا جرمين وارتفاع جماعي للمؤشرات، ماذا لديك؟ بالفعل ولاء، مع بداية الأسبوع هناك ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة حافظت عليه من بداية تعاملات اليوم في مستهل تعاملات هذا الأسبوع. يمكن هذه الارتفاعات مدعومة أيضا بالاتجاهات الشرائية للمستثمرين الأجانب كما ذكرت. إذا تحدثنا عن المؤشر الرئيسي EGX 30 فقد ارتفع بنسبة 17%، وما قلل من أرباحه الصباحية ولكن حافظ على تواجده في المنطقة الخضراء، وسجل في نهاية تعاملات اليوم 13455 نقطة وبفارق 22 نقطة عن بداية التعاملات. إذا انتقلنا للمؤشرات الفرعية والمؤشر الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 الذي قام بزيادة أرباحه الصباحية وارتفع بنسبة تصل إلى 87%، مسجلا 695 نقطة وبفارق وصل إلى 6 نقاط عن بداية تعاملات اليوم. نفس الأمر أيضا للمؤشر EGX 100 الذي أيضا قام بزيادة مكاسبه الصباحية وحافظ على تواجده في المنطقة الخضراء وارتفع بنسبة تصل ل 59%، مسجلا 1573 نقطة وبفارق وصل إلى 9 نقاط عن بداية التعاملات. إذا تحدثنا فيما يخص مستوى السيولة
السيولة، فقد تجاوز 950 مليون جنيه بإجمالي عدد عمليات 27862 عملية. أما ولئذا انتقلنا للحديث عن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في تعاملات اليوم، وبدأنا بالأسهم والشركات صاحبة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فجاءت في المرتبة الأولى الحديد والصلب المصرية، وحققت ارتفاع بنسبة تصل ل 7.97%، يليها العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 7.53%، والمرتبة الثالثة للمصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 6.78%، والمرتبة الرابعة القلعة للاستشارات المالية بنسبة 6.77%. أما المرتبة الخامسة للأسهم الأكثر ارتفاعا فجاءت من نصيب جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 6.3%. أما إذا انتقلنا للشركات صاحبة الأسهم الأكثر انخفاضا خلال تعاملات اليوم، فجاءت في المرتبة الأولى من فيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.18%، بيليها الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 7.3%، والمرتبة الثالثة حق الاكتتاب لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 5.65%، والمرتبة الرابعة للأسهم الأكثر انخفاضا جاءت من نصيب شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 3.25%، والمرتبة الخامسة جاءت لأكرو مصر للشدات والصقلات المعدنية بنسبة 2.9%. أيضا تم التداول اليوم على 184 سهما، ارتفع 105 أسهم وانخفض 54 أسهم سهما، بينما حافظ 25 سهما على ثباتهم. بالنسبة لتعاملات المستثمرين اليوم، فاستحوذ المستثمرون المصريون على 68.5% من تعاملات اليوم مع اتجاهات بيعية، والمستثمرون العرب يعني استحوذوا على 9.8% من تعاملات اليوم مع اتجاهات بيعية أيضا. أما فيما يخص الأجانب فاستحوذوا على 21.6% من تعاملات اليوم مع اتجاهات شرائية. أيضا إذا تحدثنا عن أنشط القطاعات، فجاء في المرتبة الأولى قطاع البنوك، يلي قطاع العقارات، ثم قطاع الاتصالات، أخيرا ولاء رأس المال السوقي حقق مكاسب يعني تجاوزت المليارين، وسجل بشكل عام في نهاية تعاملات اليوم 707 مليار و 475 مليون جنيه. أعود إليك مرة أخرى. نعم، شكرا جرمين إبراهيم مراسلتنا من مقر البورصة المصرية على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. تعتزم الحكومة تطبيق منظومة جديدة لزيادة إنتاجية القمح بنحو 7 أرادب لكل فدان اعتبارا من الموسم المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم أن مصر ستطبق منظومة جديدة لتقاوي القمح على 500,000 فدان في الموسم المقبل، على أن ترفع مستوى التطبيق في الموسم الثاني إلى 2,000,000 فدان، ثم تطبيق المنظومة على جميع الأراضي المزروعة بالقمح في الموسم الثالث. وأشار إلى أنه مستهدف زيادة الإنتاج إلى 1,000,000 طن من القمح في الموسم الثالث. قال وزير البترول المهندس طارق الملا إن برنامج عمل الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية يساير برامج ورؤى الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي، من خلال ما ستوفره التوسعات الجديدة لمعامل التكرير من زيادة إمدادات الوقود محليا، بما يسهم في بلوغ معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي. وأضاف خلال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام أن تحقيق أعلى درجات التشغيل الآمن يأتي على قائمة أهداف الوزارة من البرنامج الطموح لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها بهدف الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت. كما شدد الوزير على أهمية التزام الشركات البترولية في مشروعاتها بالضوابط والمعايير العالمية والمحلية التي تكفل حماية البيئة وتفادي حدوث التلوث، لا سيما في البيئة البحرية. لازلنا
متواصلين معكم مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل. ارتفاع رصيد مصر من الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنهاية أغسطس الماضي. بدء حجز وحدات مشروع سكن مصر بجميع فروع بنك التعمير والإسكان. بكم من جديد. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 33.2% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجل معدل التضخم في يوليو 2017 34.2%. وأوضح الجهاز تراجع معدل التضخم الشهري ل 1.2 في أغسطس الماضي، وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنفس الشهر ارتفاعا قدره 1.2% عن يوليو الماضي. معنا للتوضيح والفهم عبر الهاتف الأستاذ أحمد مختار، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء. أهلا بك يا أستاذ أحمد إلى هذه النشرة. نحن نريد أن نفهم يعني أنه كيف معدل التضخم السنوي انخفض وحصل تعويم في نوفمبر الماضي بين الأغسطسين، وأيضا نشعر بارتفاع الأسعار، يعني لا نفهم. نعم حضرتك، احنا عارفين طبعا ان معدل التضخم بيقيس التغير في مستويات الاسعار بين فترتين زمنيتين. حضرتك كان في شهر يوليو الماضي كان معدل التضخم كان 3.3%، وده كان رقم غير مسبوق نهائيا نظرا ان كان في هذا الشهر كان أضيف فيه زيادة في الأسعار الخاصة بالوقود والدجاج، زادت بنسبة 8.5 مستويات 8.6. لما بنتكلم حضرتك عن ارتفاع معدل التضخم في شهر أغسطس عن شهر يوليو الحالي اللي هو بلغ 1.2، بلاقي إن في تراجع كبير إذا قارنته 1.2 ب3.3. وحضرتك الأسباب الارتفاع جت نتيجة أسباب الارتفاع جت نتيجة ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 4.5، مجموعة اللحوم والدواجن كانت 8.1، اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 2.2، بالرغم من انخفاض مجموعة الدواجن بنسبة -1.6، عشان حضرتك عارفة اللي كان بمناسبة العيد الأضحى. ارتفعت أيضا مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.8. طيب الجدير بالذكر حضرتك الشهر دون اللي أثر، الحاجات اللي أثرت خلت الرقم وصل إلى 1.2، إن سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 4.3، وده كان بسبب ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 26.2. وأيضا كمان أثر فيه قسم النقل والمواصلات ارتفع بنسبة 2.3،
نتيجة ارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 4.3% في تذكرة الأتوبيس. طيب عظيم أستاذ أحمد، ولكن يعني أنت ما ذكرته وفسرته هو انخفاض التضخم على مستوى شهري وليس سنوي، أنت قارنته بشهر يوليو وليس بأغسطس العام الماضي. أيضا حضرتك لما هاجي أشوف كده هو ألاقي أن حضرتك أن التضخم السنوي كان في شهر يوليو 34.2 يوليو 34.2 وحاليا في أغسطس معدل التضخم السنوي 33.2 يعني انخفض بمعدل واحد. نعم يا فندم، أنا أقصد أنه الانخفاض على معدل سنوي يعني مقارنة بين أغسطسين، يعني أغسطس 2016 و2017. نعم أيوة فندم. نعم، لماذا هناك انخفاض في التضخم على مستوى او على المستوى السنوي او القياس السنوي، لماذا الانخفاض على المستوى السنوي؟ حضرتك لا يعني انا دلوقتي حضرتك لما اجي بقارن شهر معين اللي بتوع يعني يكون حدث فيه اي تغير، ممكن الشهر اللي جاي اللي وراه ما حصلش فيه تغيرات اثرت جامد كده يعني. وبعدين في حاجه حضرتك عايزه بس انوه عليها، يعني انا لما بقول يعني مثلا انخفاض في معدل التضخم اللي احنا قلنا عليه 1.2 ده تراجع كبير قوي، اقول هو تراجع في معدل الزياده، يعني معدل الزياده ابتدى طبعا. نعم استاذ احمد ايوه حضرتك معايا. طيب وبالتالي هل لديكم مثلا يعني توقعات؟ اعلم انكم جهه رصد واخبارنا بمعلومات فقط، ولكن توقع لمستويات التضخم في الشهور المقبله كيف سيبدو؟ والله في الحقيقه يعني الجهاز حساب الرقم القياسي لازم تكون على ارض الواقع متوفر تحت ايديا الاسعار والمستندات الخاصه بيا، ببتدي اشتغل على ارض الواقع. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد مختار مدير عام اداره الارقام القياسيه بالجهاز المركزي للاحصاء، شكرا لك. ارتفعت صادرات مصر من السلع تامة الصنع لتصل إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مقابل 2 ملياري دولار خلال الربع الثالث من العام المالي السابق عليه، بارتفاع قدره نحو 200 مليون دولار وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري. وتشمل السلع تامة الصنع الأقمشة والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والألبان والأدوية وسيارات الركوب والأسلاك والكابلات والسجاد وغيرها من المنتجات. في سياق متصل أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر، وقال البنك في بيان له إن احتياطي مصر من الذهب ارتفع إلى نحو 2.68 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي بزيادة تقدر ب 51 مليون دولار. يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن يوم الأربعاء الماضي عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية الشهر ذاته إلى 36.1 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار. طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب 13 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 6.2 مليار جنيه، في حين يبلغ الطرح الثاني 6.8 مليار جنيه لأجل 266 يوما. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله طبعا عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وهي أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، وأيضا عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. مرة أخرى إلى ولاية فلوريدا لمتابعة آخر أخبار إعصار إيرما، وطبعا وصوله إلى فلوريدا كما قلنا هي في جنوب شرق الولايات المتحدة، وما بيتردد عن أخبار من نزوح أو إجلاء ربما أكثر من 6 ملايين شخص من هذه المنطقة.
يبدأ اليوم رئيس هيئتي قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لتنمية محور القناة الفريق مهاب مميش زيارة لألمانيا على رأس وفد من ممثلي قطاع الاستثمار في جولة ترويجية للمنطقة، والاستكمال المحادثات مع بعض الشركات التي جرت خلال زيارته ألمانيا في يونيو الماضي. وقال الفريق مميش إنه سيتم عرض آخر التطورات والأعمال المقامة بالمنطقة على رجال الأعمال الألمان وكبار المسؤولين خلال لقاءات ثنائية، بجانب عرض الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة سواء في الموانئ أو المناطق الصناعية التابعة لها. وأشار إلى أن الوفد سيقوم بجولة في برلين وفرانكفورت وهامبورغ وميونخ، كما أنه سيلتقي مع كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعادتها للسوق المصرية. مباشرة وللمزيد عن العلاقات المصرية الألمانية بينضم إلينا الدكتور محمد حجازي سفير مصر السابق بألمانيا. أهلا بك سيادة السفير إلى هذه النشرة. يعني لو نعلم من حضرتك ما هو مفتاح الدخول إلى المستثمر الألماني، كيف سيتم الترويج يعني من وجهة نظرك من المفترض؟ طبعا زيارة هامة جدا لعصب الاقتصاد الأوروبي. ألمانيا طبعا من الدول الهامة جدا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وزيارة الفريق مهاب مميش هي زيارة لا تأتي فقط للترويج لقناة السويس كمعبر ملاحي تجاري عالمي، ولكن للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس وموانئها وبوصفها مركز للوجستيات و للصناعات القادمة، ومن خلال المناطق الصناعية الكبرى التي بدأت العديد من الدول تتطلع لها كمنطقة لانطلاق صادراتها وصناعتها من خلال الموقع الوسيط والمتميز للقناة. وكما تعلمين يعني المدن الأربع التي سيزورها الفريق مهاب مميش هي المدن الرئيسية بالإضافة إلى ميناء هامبورغ وهو أو مدينة هامبورغ التي تحتوي على الميناء الثاني في أوروبا بعد ميناء روتردام، وبالتالي تحقيق مكاسب من خلال هذه الزيارة تصب في خانة إقامة مناطق وصناعات ألمانية، خاصة وأنه ذكر أنه سيقوم بزيارة العديد أولا من الصناعات الألمانية خاصة صناعة السيارات والتي يمكن أن تستفيد من المنطقة الاقتصادية لتحقيق انطلاقة نحو السوق المصري وهو سوق هام جدا 100 مليون نسمة، ولكن أيضا للأسواق التي تتعاقد معها مصر كالكوميسا والاتحاد الأوروبي وإفريقيا والعديد من الاتفاقات الاقتصادية الأخرى، كما أن لألمانيا خبرة واسعة في تدريب وتأهيل العمالة للمناطق الاقتصادية، ولعل زيارته إلى سيمنز وباور وعديد من يعني مراكز التميز الصناعي الألماني تضيف للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس المرشحة يعني لقيادة انطلاقة اقتصادية كبرى في مصر شأنها شأن هيئة موانئ دبي وشأنها شأن سنغافورة التي تقوم على وهونغ كونغ والعديد من وروتردام وأنتويب في بلجيكا والعديد من مراكز التصدير واللوجستيات والموانئ العالمية. فهيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية هي المرشحة لقيادة عملية التنمية في المرحلة القادمة، ولعل التواصل مع شريك رئيسي يعتد به كألمانيا هو أمر هام جدا في هذه المرحلة. دكتور محمد، يعني برأيك طبعا هناك 60 فدان مخصصين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية، واقتصاد ألمانيا بيقوم بشكل كبير بنسبة كبيرة جدا قد تصل ل 80% بيقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أي مدى هذه ممكن أن تكون نقطة تلاق؟ هي نقطة هامة جدا. عصب الاقتصاد الألماني الضخم اللي هو بيحقق النهاردة 4 تريليون يورو ويعد في المركز الاقتصادي الرابع على المستوى العالمي قوامه 80% منه على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولعل الطفرة المتحققة حاليا من خلال الحكومة والبنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتشار هذه الظاهرة بين تمويلات البنوك المختلفة
تقود شبابنا أولا لإيجاد فرص عمل، لخلق صناعات توفر الاستيراد الذي يتم الآن على نطاق واسع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولعل انخفاض معدل الواردات الخارجية هو تأكيد على مسارنا السليم باتجاه الصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي حققت مكاسب لاقتصاديات هامة، كان آخرها ربما زيارة السيد الرئيس لفيتنام، والتي ستقيم منطقة اقتصادية أيضا صحيح. في محور قناة السويس، هي تستند في المقام الأول على الصناعات الصغيرة والمتوسطة. نعم، ما الذي يحتاجه المستثمر الألماني؟ ربما سأعيد السؤال مرة أخرى الأول الذي سألته لحضرتك، يعني ما هي الإجراءات الذي يجب أو التي يجب أن تتخذها مصر في مثل هذه المواقف؟ ما هو الموجود في ألمانيا ولا يوجد في مصر ونحتاج في مصر إلى إيجاده؟ أولا يعني برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو برنامج جريء وجاد وشجاع وصعب، إضافة إلى قانون هام للاستثمار يمكن أن يكون نقطة جذب رئيسية للمستثمر الألماني القريب من السوق المصري والعارف بكل بواطنه، ولعل يعني اهتمام شركة كبرى زي شركة سيمنز بتمويل 4 محطات للطاقة الكهربائية بجملة 8 مليار يورو لأبلغ دليل على أن المستثمر الألماني والشركات والحكومة الألمانية قرأت خريطة مصر ووصفتها بأنها فرصة استثمارية واعدة. إذن المطلوب هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والسير فيه بجدية، وكذلك إطلاق قانون الاستثمار وتحفيز المستثمرين دون فرض قيود، وكما فعلت التجربة الصينية والفيتنامية هي إطلاق طاقات المجتمع والشباب دون قيود وجذب الاستثمار. يعني دعيني بس أشير إلى أن حجم الـ FDI أو الـ Foreign Direct Investment، الاستثمارات التي وردت لفيتنام عام 2016 بلغت 107 مليار دولار مقارنة ب 8 مليار دولار إلى مصر في 2016. إذن المدخل اللي تلجأ إليه الدول الناهضة والبازغة مثل فيتنام أو مصر هي إطلاق طاقات وبدون حدود وإجراءات مقيدة، ومن هنا هذا هو المدخل وهذا هو الطريق، التعليم والتدريب الفني وتقديم الحوافز والاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاد دون توقف وتحمل تبعاته. طيب حضرتك ذكرت أكثر من مرة فيتنام، وطبعا هي كان زيارة قام بها الفريق مهمة ميش وأيضا دكتورة سحر ناصر قبل العيد مباشرة، كان فيتنام وسنغافورة. حضرتك برأيك هذه الاختيارات، يعني فيتنام، سنغافورة، ألمانيا، هل هذه الاختيارات بتتم على معايير معينة وما هو القاسم المشترك بينهم؟ هي طبعا معايير ثابتة. أولا ألمانيا مركز تميز صناعي ومركز تدريب وتأهيل مهني، هو قوام الصناعة الألمانية، الاعتماد على التعليم الفني أو التعليم المزدوج كما كان لدينا في مبادرة مبارك كول فيما قبل. هذه المبادرات الهامة تؤيد وتدعم وتساند البنية الصناعية في مصر، فالعمالة المدربة المؤهلة هي أحد مراكز الثقل للاقتصاد المصري. بفضل هذه العمالة يمكن إطلاق طاقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أما فيتنام والصين والاقتصاديات التي حققت طفرات، هي في الأساس اقتصاديات تعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة على برنامج حوافز وتأهيل للشباب، وأنا أعتقد أن احنا على هذا المسار. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد حجازي سفير مصر السابق بألمانيا، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. مشاهدينا، بتعقد الآن الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا عاجلا برئاسة كرم جبر للرد على التقرير المشبوه الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، فلنتابع. لكن في ناس على زمم قضايا، ومع ذلك ورغم أن في هناك بعض الحالات التي ليست لها علاقة بقضايا الرأي والنشر لم نقف مكتوف الأيدي بصددهم، بنقوم بكل ما يجب من وسائل الدعم والحماية القانونية لهؤلاء في كل مراحل التقاضي، منهم من يثبت براءته ومنهم من لا يثبت براءته، لأن دي بتبقى قضايا وأحكام وقضايا غير متعلقة بقضايا النشر. لا يوجد لدينا صحفي واحد، بقول كلامه محدد،
لا يوجد لدينا صحفي واحد محبوس على ذمة قضايا نشر في مصر قولا واحدا، لكن هناك زملاء أو هناك بعض الزملاء لديهم قضايا أخرى لا تتعلق بقضايا نشر، ومع ذلك ورغم أن قضاياهم لا تتعلق بقضايا رأي ونشر لم نقف مكتوف الأيدي بصددهم، بالعكس بنقوم بكل الاتصالات المعنية مع سيادة النائب العام مع كل الجهات المختصة مع وزارة الداخلية وفي التعاطي مع هذه الحالات وفي متابعة حالتها أول بأول حتى تصدر الأحكام بحقها أيا كانت هذه الأحكام. يعني احنا انا مش عايز اطول عليكم، لكن انا يعني الحقيقة هي دي بداية وبداية مؤكدة وبداية طيبة ان احنا نكون دايما منفتحين ونناقش كل الاشياء بدون ما نضع رؤوسنا في الرمال، لكن علينا في ذات الوقت ان نتصدى للهجمات الشرسة التي يعني بيكون هدفها الاساسي هو تعطيل الحالة المصرية اللي بدأت تتحرك للأمام واللي المجتمع الدولي كله بيشهدها واللي بيشهد نجاحها سواء في مجال الخارجي أو الداخلي. وأشكر حضراتكم جميعا. أشكر سيادة النقيب. وعندنا في جانب قانوني مهم جدا في القضية متعلق من طبعا هذا كان جزء من المؤتمر الصحفي اللي عقدته الهيئة الوطنية للصحافة عن تقرير المشبوه هيومان رايتس ووتش الذي أثار ضجة طبعا كبيرة في مصر، وعلى لسان وزير الخارجية أو المتحدث باسم وزارة الخارجية تحديدا وما تابعناه خلال الأيام القليلة الماضية. نذهب أيضا سريعا إلى فلوريدا مرة أخرى ومتابعة تطورات الإعصار وما وصل إليه على في سواحل فلوريدا التي تقع في جنوب شرق الولايات المتحدة. فروع بنك التعمير والإسكان تلقي استمارات ومقدمات الحجز لمشروع سكن مصر بداية من اليوم بجميع فروع البنك، وذلك حتى 5 أكتوبر المقبل، وكذلك سحب كراسات الشروط مستمر حتى آخر يوم في التقديم. نذهب إلى أحد فروع البنك ومراسلتنا من هناك دينا أحمد فرج. عفوا أحمد، أهلا بك، ويعني حدثني عن الإقبال لديك وكثافة التقديم أيضا وشراء كراسات الشروط.
يعني يبدو أن الزحام يبدأ الآن منذ قرابة يعني نصف ساعة مع انطلاق بدء أفرع بنوك الإسكان والتعمير في البدء في العمل، حيث تبدأ فروع الإسكان والتعمير بدء في العمل في حوالي الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة في سحب كراسات الشروط وسحب عملية السحب. هذه كانت مستمرة منذ أيام، وصلت عدد يعني كراسات الشروط التي تم سحبها حتى الآن حوالي 66,557 كراسة شروط، وبيتم حتى الخامس من أكتوبر القادم عملية يعني استقبال الاستمارات وأيضا استقبال المقدمات الخاصة بهذه الوحدات السكنية. نتحدث عن 40,000 وحدة سكنية في أماكن مختلفة في أكتوبر وفي أماكن مختلفة هنا في القاهرة وأيضا في مدينة المنيا. بيتم كالتالي، بيتم بعملية السحب بتتم كالتالي، بتكون الاستمارة ويتم ملء هذه الاستمارة بالكامل، بتصل سعر الاستمارة لحوالي 250 جنيها. هناك بعض الشروط التي لابد أن تطبق على من يأتي لاستلام هذه يعني الاستمارة لملئها. بنتحدث أنه لابد أن يكون يتجاوز 21 سنه 21 عاما، وأيضا لا يكون قد سبق له أن يعني ملأ استمارة أو أخذ وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي. هذا سكن مصر هذا الذي بدأت فيه اليوم عمليات جمع الاستمارات والمقدمات، وبالفعل أيضا لكل أسرة بيكون فقط هي وحدة سكنية فقط تخصص له، من حقه أن تكون وحدة سكنية فقط ليست عدد من الوحدات السكنية الأخرى. نعم، أنا فقط أريدك أن يعني تعيد مرة أخرى مواقيت العمل لأني يعني لم أسمعها، سمعت الخامسة فقط. نعم، مواقيت العمل بتبدأ في جميع أفرع بنوك التعمير والإسكان منذ الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة، هي مجرد ساعتين فقط لعملية سحب الكراسات وأيضا عملية دفع المقدمات وتقديم الاستمارات. طيب أيضا هل المقدمات أحمد هي يعني متساوية للوحدات في جميع المحافظات؟ يعني قد تكون المقدمات، بحديثي مع أحد العاملين في فرع بنك الإعمار والتسكين الذي أنا بصدده الآن، يعني تحدث لي أن المقدمات وصلت إلى يعني من 40,000 إلى 50,000 جنيه. نعم، بالنسبة للوحدة السكنية. وبعد القرعة بيتم استكمال كافة التفاصيل الخاصة وكافة المراحل الخاصة بمن يقع عليه الاختيار خلال هذه القرعة في دفع بقية يعني المقدمات أو في دفع بقية الأقساط وما شابه ذلك، وبيتم الاتفاق معه مباشرة بعد يعني أن تقع عليه الاختيار في هذه القرعة. نعم، بشكرك أحمد فرج مراسلنا من أمام أحد فروع بنك التعمير والإسكان، شكرا لك. أجلت وزارة السياحة انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية التي كان من المقرر إجراؤها اليوم لحين الفصل في الدعاوى القضائية التي تم تحريكها في هذا الإطار. وقال المستشار القانوني لوزير السياحة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية أحمد المهدي، قال إن قرار التأجيل جاء بناء على اجتماع اللجنة العليا للانتخابات، وإن خطوة الإرجاء جاءت إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات وحفاظا على الحيادية بين المرشحين. أيضا بتعتزم الهيئة العامة للتنمية السياحية طرح أراض سياحية على المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الجاري بالعملة المحلية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة سراج الدين سعد إن هيئة التنمية السياحية تسعى لطرح 67 مليون متر مربع على المستثمرين السياحيين بالجنيه المصري للمرة الأولى لتحفيز المستثمرين على اقتناص هذه الأراضي. وقال إن طروحات الأراضي ستضم 119 فرصة استثمارية في القطاعات الفندقية والترفيهية والخدمية ومراكز المؤتمرات والمعارض الدولية. وأشار إلى أن الأراضي تنقسم إلى 34 مليون متر مربع في البحر الأحمر و25 مليون متر مربع في جنوب سيناء ومليون و300 ألف متر مربع في الأقصر و6 ملايين و500 ألف متر مربع في الفيوم. معنا على الهاتف الأستاذ سامي سليمان رئيس جمعية مستثمرين نويبع طابة. أهلا بك أستاذ سامي، في البداية كيف بترون فكرة طرح الأراضي بالجنيه المصري؟ والله الفكرة كويسة، بس هو بالجنيه أو بالدولار هي سيان، احنا كده كده هي المشكلة مش في الأراضي بكام، هي المشكلة الأراضي دي هتطرح على أنهي قانون، وتطرح
لان خدمات مطلوبه. هل الفنادق اللي عندنا دلوقتي اتملت لدرجه ان احنا نطرح اراضي عشان نبني فنادق ولا نجدد الفنادق اللي عندنا؟ هل البنوك اوفت بعهودها لتكمله الفنادق اللي متوقفه زي 70 فندق في 4 طابه، ولا الفنادق اللي قفلت دي تمامها ايه؟ يعني هي الفكره ان احنا بناخد الخبر، الاستاذ سراج نفسه ينشط ونفسه يعمل شغل جديد، والوزير نفسه اللي حكي نفس الشيء، لكن احنا دي النهارده بالنسبه للمشروعات المتوقفه ايه دورها قبل الطرح الجديد؟ يعني انا هطرح وانا اللي فات اشتغل او اللي فات اتملى، يعني عندنا فنادق قفلت، طب هطرح دلوقتي هطرح خدمات ولا اطرح فنادق؟ يعني انتم تريدون يعني احياء القديم قبل ايجاد جديد اصلا؟ الاول يتجدد ويتملي. نعم، يعني لازم الاول عوده السياحه، هتقولي هبني، لانك انت ممكن تبني الفندق في سنه، مش المشكله هتيجي تقولي هبني ولغايه لما اعمل الفندق، لا مش هينفع الكلام ده. وبعدين النهارده انا بضغط في المباني ليه وانا عندي طن الحديد ب 12000 جنيه؟ ما هو عندي فنادق مبنيه واقفه لغايه النهارده من سنه 99 ما اتفتحتش. نعم وصلت وصلت الفكره استاذ سامي سليمان رئيس جمعيه مستثمرين ويبع طابة، شكرا لك. وإلى أسواق الذهب محليا التي شهدت ارتفاعا خلال بداية تعاملات الأسبوع، حيث سجل جرام الذهب عيار 18565 جنيها، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 659 جنيها، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 753 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 5272 جنيها. إلى فلوريدا لمتابعة تطورات إعصار إيرما لحظة بلحظة. طبعا هذه صور ولقطات حية ومباشرة من هناك، من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة اللي بتقع في ولاية فلوريدا تحديدا. نذكر بالعناوين. تراجع معدل التضخم السنوي بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي. ما
هاميش يبدأ جولة ترويجية إلى ألمانيا لعرض الفرص الاستثمارية بمحور قناة السويس. الحكومة تعتزم تطبيق منظومة جديدة لزيادة إنتاجية القمح اعتبارا من الموسم المقبل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم في الغد على رأس الثالثة، دائما لنا لقاء.